ذكر أن سفيان الثوري كان في يوم عرفة والناس في المشهد واقفون، فجاءه رجل وقال: من أسوأ هذا الجمع؟ فقال: أسوأهم الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. هل نسيء الظن بالله فنقول إن هذه الملايين المبتلاه الذين سلبت أموالهم وانتهكت حقوقهم ودمرت بيوتهم وهم يصيحون ليل نهار: يا الله يا الله، هل نسيء الظن بالله جل وعلا فنقول إنه لا يجيب دعاءهم أو لا يرحم تضرعهم؟ كلا والعياذ بالله، لكن له حكمته، ولكن بحكمته يجري قدره، ونحن أقل من أن ندرك ذلك، لكن يقيننا أنه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يحرم من استعطاه، وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كيف جاء الاضطرار؟ بقدره سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد الاضطرار حتى تفتقر إليه القلوب بالتذلل والتوسل وكمال الالتجاء له سبحانه وتعالى.